السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. اختتام القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة بنواكشوط، والتحديات الأمنية كانت أبرز ملفات النقاش. الرئيس الموريتاني ينتقد مبادرة إيرا ويقول إن أطرافا خارجية تحركها من أجل ابتزاز موريتانيا والضغط عليها. وفي الرياضة تتابعون، منتخب المرابطون يتقدم 4 نقاط في الترتيب الشهري الذي تصدره الاتحادية الدولية لكرة القدم. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. ناقشت القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل المنعقدة بنواكشوط، ناقشت التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه بلدان المجموعة، ودعت القمة في اختتام أعمالها إلى تكامل اقتصادي بين البلدان من أجل تجاوز عتبة التحديات التي تعرقل مسارها التنموي ومستقبلها بشكل عام. نتابع. استثنائية هي قمة دول الساحل الخمس، النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا. القمة طرحت في مسارها المستقبلي نقاط تلاقي الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب وإرساء السلم في منطقة شبه الساحل. إن النمو المتسارع للاقتصاد العالمي وما يصاحبه من تراجع في أسعار المواد الأولية والتحديات الأمنية وتأثير التغيرات المناخية تعتبر أبرز العراقيل المشتركة التي تحول دون تحقيق حكامة رشيدة وتنسيق أمني وتنمية مستدامة، وهو ما يجسد طموحاتنا جميعاً. تحديات منطقة شبه الساحل الكثيرة والتي يأتي في مقدمتها المشكل الأمني والتبادل الاقتصادي بين الدول الأعضاء نقشت في الاجتماع المغلق للرؤساء الذين شكلوا هيئة لمتابعة نتائج القمة ودورية انتقالها، كما اختاروا نواكشوط كمقر دائم. إن الاندماج الاقتصادي بين بلداننا سيمكننا من تحقيق الانتصار على كل التحديات التي تواجهنا، وهو خيار سنظل متمسكين به من أجل تحقيق طموحات وآمال شعوب منطقتنا في تجاوز التحديات والعراقيل الماثلة أمامها. اجتماع دول الساحل الخمس يعقد أياما قبيل انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي من موريتانيا، وسط تفاؤل من المراقبين بالقطب الجديد لدول الساحل. ملفات عديدة تواجه القمة الاستثنائية لدول الساحل الخمس، أبرزها الإرهاب والتنمية الاقتصادية. الداهي عقوب، قناة المرابطون، نواكشوط. هذا وتأتي قمة مجموعة دول الساحل بعد قمة مسار نواكشوط حول الأمن والتنمية بإفريقيا، والتي دعت في بيانها الختامي إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة الليبية، كما عبرت عن قلقها إزاء مرض الأيبولا المنتشر في عدد من بلدان القارة. ودعا البيان الختامي كذلك الفرقاء البوركينيين إلى الوفاء بتنفيذ خارطة الطريق المشتركة التي اتفقوا عليها. تابع. يبدو أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها دولة ليبيا ألقت بظلالها على قمة مسار نواكشوط، فخرجت بالدعوة إلى حوار عاجل بين أطراف الأزمة هناك، حوار أبدى قادة البلدان الإفريقية المشاركون في القمة انشغالهم به من أجل إنهاء الصراع الدائر والذي يقولون بإمكانية تأثيره على بعض دول القارة. لكن ليس ذلك وحسب، فالأوضاع الأمنية التي تشهدها نيجيريا لم تكن استثناء، حيث دعت القمة إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة تنهي موجات العنف التي تشهدها البلاد جراء الهجمات التي تشنها جماعة بوكو حرام من حين لآخر. وباء الإيبولا حظي هو الآخر بجزء من الاهتمام في قمة مسار نواكشوط، وإن اكتفى القادة بالتعبير عن قلقهم إزاء تهديده لمستقبل سكان القارة وأعلنوا تضامنهم مع البلدان المتضررة منه. وفي تقييمهم لمسار نواكشوط الماضي، قال القادة الأفارقة إنهم تمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالأوضاع الدائرة في مالي،
وحثوا الفرقاء في بوركينا فاسو على الوفاء بتعهدهم وتنفيذ الخارطة التي رسموا بالاتفاق. تأسست مبادرة ما أصبح يعرف بمسار نواكشوط في موريتانيا شهر مارس عام 2013، وتضم 11 دولة، هدفها كما يقول قادتها هو تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في مواجهة التحديات العابرة للحدود والتي تعاني منها بلدان المنطقة. انتقد الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة مجموعة دول الساحل، انتقد مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا، معتبرا أنها تحرك من طرف أطراف خارجية لابتزاز موريتانيا. وربط الرئيس بين إيرا ومفاوضات موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي حول تجديد توقيع اتفاقية الصيد. بين يدي محاكمة رئيس حركة إيرا، برام للداه العبيدي، الرئيس محمد ول عبد العزيز يجزم بأن الدولة لم ولن تعترف بالحركة، مشددا على أن الرق كان موجودا بشكل أكثر تجذرا خلال العقود الماضية، لكن أيا من المنظمات الحقوقية التي تهتم به الآن لم تكن تبدي أي اهتمام به. وأشار ول عبد العزيز إلى أن برام كان يعمل بالعدالة وطرأت عليه قبل سنوات قليلة اهتمامات تتعلق بالرق الذي اعتبر أنه لم يعد موجودا وإنما توجد مخلفاته. يعني هل كانت خارقة عود قد خرقت إيران اللي له 20 سنة ولا 15 سنة ولا 30 سنة، أكثر العبودية اللي له 50 سنة، وأكثر العبودية اللي له 70 سنة، وأكثر اللي له 20 سنة. اليوم 2014 2013 2012 عبودية يقولوا أنا ما خارقة في موريتانيا، خارقة المخلفات الرق، وتعرفوا كاملين هنا تيها، وفاتوا قاموا واحدين هنا تيها ويحاولوا، وكان هم يجسموا العبودية في موريتانيا ويشبروها، غير ما قدروا يشبروها، لأنهم يعني يقبلوا أشخاص ويجيبوهم يقدموا عنهم معبدين، ومنين يحقق معهم يشبروا على ما يحد. غير أن الرئيس ول عبد العزيز ذهب أبعد من ذلك عندما اعتبر أن إيرا يحركها الاتحاد الأوروبي للقيام بضغوط على ما سماه القرار السياسي المستقل في موريتانيا، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يحرك الملف الحقوقي لتحقيق مكاسب اقتصادية في موريتانيا عبر الضغوط، متندرا بأن الإشكال في ملف إيرا هو إشكال السمك لا إشكال الرق. هم ينقصوا بـ 15 مليون، بينما يعطوا مئات الملايين للدول اللي ما عندهم حوتة واحدة، اللي ما قدروا يعطوا حوتة واحدة، أنا بعد قاعد أعطيهم حوتة. هذه أساسنا. على كل حال ذا هو الواقع، مشكلة الحوت، أزمة الحوت، ما هي أزمة العبودية. وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها التي تمس مسار ملف معتقل إيرا المعروض على العدالة، حيث تم اعتقال قيادات إيرا إثر مسيرة نظمها للتنديد بالملكية العقارية في ولاية الترارزة في 11 من نوفمبر الماضي. ونبقى بشأن المؤتمر الصحفي للرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز، حيث أعلن استعداده للحوار والتشاور مع مختلف مكونات الطيف السياسي المعارض في البلد في كل ما يخدم مصلحة البلد. وأضاف ول عبد العزيز أنه لم يرفض يوما الحوار مع المعارضة، معبرا عن استعداده للانفتاح عليها من جديد. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. الحوار السياسي بين المعارضة والنظام يطفو الحديث بشأنه من جديد، فقد أعلن الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز على هامش ملتقى قمة مجموعة دول الساحل بنواكشوط استعداده للانفتاح على مختلف تشكيلات الطيف السياسي المعارض والتشاور معه. نحن كيف قلت دائما مفتحين على وجادين ايضا في الحوار، مستعدين لاي حوار اي حوار. منسقية المعارضه اللي التقيت معها فعلا الاسبوع الماضي ولا السابق اسبوعين التقيت معهم باللي حسب القوانين النصوص على ياتنجاب معهم، مستعدين يجابوا معهم. والمنسقية مولي اللي كانت سابقتهم كنت مستعد نجبرهم، يقال ما رايت فعلا. تصريح الرئيس الموريتاني يأتي بعد أيام من عقد كتلة أحزاب المعاهدة مؤتمرا صحفيا قدمت خلاله رؤيتها للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في موريتانيا، كما دعت إلى حوار سياسي جديد
يكون مكملا للحوار الذي سبقه من أجل تجاوز ما وصفتها الأزمات التي تعرفها البلاد. احنا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي اللي نعتبره محطة مهمة من محطات هذه الكتلة السياسية. اللي عاد كانت فم حاجة وفعلا كانت فم حاجة لظهورها 2011 للخروج من موريتانيا من ذيك المطبات اللي كانت تعاني منها، ظهر لمولانا الحاجة اليوم الزات لها. ولم يكن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة استثناء من الدعوة إلى الجلوس على طاولة الحوار مجددا وتجاوز ما يعتبرها أوضاعا متأزمة باتت تشهدها موريتانيا جراء ما وصفه تصامم بعض الأطراف عن الاستعداد للتشاور. كأحزاب سياسية وكمجتمع مدني وكنقابات نؤمن كاملين بأن الحوار هو الآلية الوحيدة لحل هذا النوع من الأزمات اللي تعيش موريتانيا اليوم. طبعا من خلال هذا الحوار نسعى جادين لبناء دولة المواطنة الحقيقية اللي على أساس العدل وعلى أساس المساواة وعلى أساس الحكم الرشيد. لكن تصريح مختلف الأطراف في الاستعدادات للحوار والتشاور يقول البعض ليس بالجديد على الفرقاء السياسيين في موريتانيا، فهل يختلف التعبير عن الاستعداد للحوار هذه المرة عنه في المرات السابقة، أم أن الأطراف ستعود إلى سيرتها الأولى من جديد؟ احتفت موريتانيا في 18 من الشهر الجاري بذكرى 3 أعياد، اثنان منهما دوليان تمثلا في اليوم العالمي للغة العربية واليوم الدولي للهجرة، كما احتضنت قمتان حول الأمن والتنمية في بلدان الساحل والصحراء. وقد منع تخليد ذكرى هذه الأعياد وانعقاد القمة من تنظيم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. تابع. 3 أعياد بين الوطني والدولي، كانت موريتانيا على موعد مع تخليدها في يوم واحد. الوطني تمثل في ذكرى عيد الشرطة الذي يصادف 18 من شهر ديسمبر، ذكرى تم خلالها استعراض بعض الوحدات العسكرية والإشادة بالدور الذي لعبه قطاع الشرطة في الحفاظ على الأمن في البلد. وإن تعالت الصيحات من حين لآخر بشأن الانفلات الأمني وانتشار الجريمة، إن الجميع يدرك ما برهن عليه قطاع الشرطة الوطنية من مهنية عالية في مواجهة الجريمة من أجل استدباب الأمن. إن تصرفاتكم كما كانت يجب أن تبقى دائما منسجمة مع ما تمليه عليكم مسؤوليتكم في ظل دولة القانون. أما العيد الثاني فكان ذكرى اليوم العالمي للغة العربية التي قررت موريتانيا أن تفرد لها يوما وطنيا للتخليد يصادف فاتح شهر مارس من كل سنة، لكن الاحتفاء اقتصر هذه المرة يقول البعض كما في المرات السابقة على التعهد بالعمل على تطويرها والنهوض بها. ونظرا للمكانة التي تحتلها اللغة العربية في نفوس شعبنا، فقد تم إقرار فاتح مارس من كل سنة يوما وطنيا للغة العربية، وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى والحدمين على الاحتفاء به كل عام. وتأتي هذه المناسبة واللغة العربية تخطو خطوات ثابتة في الارتقاء بين لغات العالم، حيث صعدت صعودا قياسيا بالعشر سنوات الأخيرة. التخليد الثالث كان ذكرى اليوم الدولي للمهاجرين، وقد تمت خلاله الإشادة بالاستراتيجية الموريتانية الخاصة بالهجرة التي تعتبر إحدى التحديات التي تواجه بعض بلدان القارة الإفريقية والأوروبية. وإلى جانب تخليد هذه الأعياد الثلاثة، كانت الواكشوط على موعد مع حدث إقليمي هام يتمثل في قمة إفريقية تناقش الأمن والتنمية في بلدان الساحل والصحراء. قالت عدد من النقابات الحقوقية إن الحكومة الموريتانية قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يحد من الحريات، خصوصا فيما يتعلق بممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية. ونددت المركزيات النقابية في بيان أصدرته بما سمته عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في مراجعة القوانين، داعية البرلمانيين إلى الوقوف في وجه مشروع القانون المعروض أمام الجمعية الوطنية.
أعلنت كل من وزارة الوظيفة العمومية ووزارة التهذيب واللجنة الوطنية للمسابقات عن تنظيم مسابقة خارجية لاكتتاب دفعة جديدة من الأساتذة والمعلمين، وتعتبر هذه ثاني مسابقة من نوعها في غضون أشهر قليلة، كما تضمن الإعلان اكتتاب معلمين مساعدين، وهو ما ألغته وزارة التهذيب مؤخرا. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. الإعلان عن مسابقة جديدة لاكتتاب 150 مدرسا موزعين بين المدرسة العليا للتعليم وبين مدرسة تكوين المعلمين. مسابقة هي الثانية من نوعها خلال العام 2014، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ هذه المؤسسات، حيث يأتي إعلان هذه المسابقة بعد أقل من شهرين من إجراء المدرسة العليا للتعليم لمسابقة اكتتاب 270 أستاذا، وبعد أيام قليلة من إعلان نتائج مسابقة مدرسة تكوين المعلمين في كل من العاصمة نواكشوط والحوض الغربي. لكن إعلان المسابقة الجديدة الذي تضمن مقاعد لفئة المعلمين المساعدين، يقول البعض إنه حمل خرقا للقرار الذي اعتمدته وزارة التهذيب الوطني القاضي بعدم اكتتاب معلمين مساعدين، ويكرس ما أصبح بحكم تكراره منذ سنوات عدة عرفا معتمدا لدى وزارة التهذيب الوطني، وهو إقصاء فئة الأساتذة التامين من الاكتتاب الخارجي، وهو أمر بات يلزم كل من يلتحقون بمهنة التدريس بإكمال 4 سنوات من التكوين بدلاً من 2 لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ. وهو أمر بات يلزم كل من يلتحقون بمهنة التدريس بإكمال 4 سنوات من التكوين بدلاً من 2، وذلك لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ. الإعلان الذي جاء مصحوباً ببلاغ آخر من وزارة التهذيب الوطني بفصل 136 معلماً وأستاذاً من أصحاب الملفات الصحية، يأتي أياماً قبل سنة 2015 التي أعلن الرئيس محمد بن عبد العزيز أنها ستكون سنة للتعليم. ونختم بالرياضة، حيث تقدم المنتخب الموريتاني لكرة القدم المرابطون في التصنيف الشهري الذي تصدره الاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا 4 مراكز عن تصنيفه الشهر الماضي. وكان منتخب المرابطون قد صنف في المركز 41 بعد 100 شهر نوفمبر الماضي، لكنه أحرز تقدما خلال الشهر الحالي، حيث أصبح يحتل المرتبة 37 بعد 100. بذلكم مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم فيها اختتام القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة بنواكشوط، والتحديات الأمنية كانت أبرز ملفات النقاش. الرئيس الموريتاني ينتقد مبادرة إيرا ويقول إن أطرافا خارجية تحركها من أجل ابتزاز موريتانيا والضغط عليها. وفي الرياضة تابعتم منتخب المرابطون يتقدم 4 نقاط في الترتيب الشهري الذي تصدره الاتحادية الدولية لكرة القدم. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.